طيب في هذه اللحظات التدريب المسائي لفريق النادي الاهلي مستمر، وهيكون معانا او معانا على التليفون زميلنا امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي. امير، اولا برحب بيك ويقول لي اخبار التمرين عندك ايه، وخلاص بقى انتوا داخلين في المراحل النهائيه والساعات الاخيره في معسكر فريق النادي الاهلي في كرواتيا. تحياتي ليك يا محمد، وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يعني زي ما انت بتقول، خلاص مع مرور الايام والتدريبات النادي الاهلي داخل في مراحل حاسمه جدا من الناحيه الاستعداديه، سواء بدنيا او فنيا، لمباراه فريق داونشيب ان شاء الله يوم 17. فبالتالي كل يوم التدريب بيزداد اكثر اهميه واكثر جديه واكثر تركيز بالنسبه للجهاز الفني وبالنسبه للاعبين. النهارده كان من المفترض ان يكون في تدريب على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه، لكن الجهاز الفني فضل ان يكون في فتره مسائيه بس، وهي بالتحديد لسه باديه بالظبط بقى لها حوالي نص ساعه، ابتدت الساعه 6 مساء. فبالتالي ده المران الوحيد بالنسبه لفريق النادي الاهلي النهارده. الصبح كان في تدريبات استشفائيه في حمام السباحه الخاص بفندق اقامه النادي الاهلي، وايضا مخ تسلج لبعض اللاعبين لفك العضلات والاستشفاء تماما، وخصوصا مع توالي التدريبات ممكن بعض اللاعبين اتعرضوا لحاله من الاجهاد ده نوعا ما. فبالتالي دي كانت تدريبات احترازيه ومهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي النهارده او بالنسبه للاعبين في صباح اليوم وفندق الاقامه. لكن مران اليوم مران يعني جيد ومهم، وواضح ان في بعض النواحي التكتيكيه يا محمد انا بكلمك في هذه اللحظات، وبعض الجمل اللي بيحاول يحفظها مستر باتريك كارتيرون بالنسبه للاعبين عشان يتم ان شاء الله تطبيقها في المباراه الهامه جدا امام فريق تاونشيب. فبالتالي خليني اقول لك الامور ماشيه بشكل جيد جدا. المعسكر بصراحه اكثر من ممتاز، وكل ما كان يتمناه الجهاز الفني لقاه في هذا المعسكر من جميع النواحي وجميع الجوانب الخاصه بهم. لكن بالنسبه لاخبار لاعبي النادي الاهلي، يعني النهارده انضم للتدريبات الجماعيه احمد حمودي بعد غياب لمده يومين او ثلاثه بالكثير، بخصوص طبعا كان عنده اجهاد في العضله الضامه، لكن النهارده احمد حمودي بيشارك بشكل طبيعي جدا واندمج في التدريبات الجماعيه مع الفريق. ده بجانب احمد الشيخ اللي انتظم بالامس في التدريبات الجماعيه، كده يبقى مش متبقي غير حاله اصابه وحيده بس، وهي باسم علي واللي عنده الام في الركبه. لكن باسم علي قرب ان هو يعود للتدريبات بنسبه كبيره جدا، بدايه من معسكر الاسكندريه هيكون باسم علي لائق ان هو يكون متواجد في التدريبات الجماعيه. ده بخصوص اخبار اللاعبين وحالاتهم البدنيه والفنيه، طبعا ايضا بجانب وليد ازارو اللي لسه بيؤدي بعض التدريبات المنفرده تحسبا لرحيله لفورتشن الصيني. الامور كلها ماشيه بشكل جيد يا محمد، كله مركز، كله بيستعد. خليني اقول لك ايضا قبل تحرك الاتوبيس لمقر التدريب وملعب انكي بوليت اللي بيقام عليه تدريبات النادي الاهلي اليوميه، كان في محاضره في تمام الساعه 5 وربع بالظبط من قبل الجهاز الفني للاعبين، والواضح او خلاص يعني النهارده بالتحديد تم البدء في المحاضرات اللي بالفيديو بخصوص فريق تاونشيب، وبالتحديد تم مشاهده بعض اللقطات الخاصه بالفريق في مواجهته امام فريق كامبالا سيتي وايضا فريق الترجي ومباراتين اللي لعبهم فريق تاونشيب في بدايه دوري ابطال افريقيا. اذا الجهاز الفني خلاص دخل في المراحل الجديه بشكل كبير جدا، وتم الحديث عن النواحي الفنيه ونقاط القوه والضعف الخاصه بفريق تاونشيب بدايه من اليوم. الايام اللي فاتت كان الحديث كله ما بين الجهاز الفني من خلال متابعه هذا الفريق بدقه، لكن من النهارده بالتحديد تم طبعا فرجه او مشاهده طبعا هذه المباريات من خلال تواجد اللاعبين والحديث عن فريق تاونشيب بشكل كبير. ده كان كمان في المحاضره اللي كانت في تمام الساعه 5 وربع واللي استمرت لمده حوالي 30 او 35 دقيقه بالضبط قبل توجه وتحرك الفريق لملعب التدريبات النهارده يا محمد. طيب برضو امير، هل اتكلمت مع الجهاز الفني في مباراه الغد؟ يعني الجهاز الفني بيفكر في مباراه بكره ازاي؟ التشكيله هل نفس التشكيله خلاص هيبدا يثبت التشكيل بالنسبه للمراحل القادمه، ولا هيدفع بعدد اخر من اللاعبين؟ فكره كمان اقامه مباراه وديه بعد العوده الى القاهره ومباراه ومعسكر لمده حوالي 5 ايام قبل مباراه تاونشيب، يعني فكره الجهاز الفني في هذه الامور يا امير ايه بالظبط؟ طيب يعني هو الجهاز الفني اكيد من خلال المباريات الوديه، سواء المباراه بتاعت بكره ان شاء الله امام فريق كراسودار الروسي في سلوفينيا او المباراه الاخرى اللي هتكون في برج العرب، من خلال المباراتين دول بالتحديد الجهاز الفني هيبتدي يستقر خلاص بنسب تفوق ال 80% كمان و 90% بالنسبه للتشكيل الانسب اللي هيبتدي بيه مباراه فريق تاونشيب، وذلك طبعا لتجنب الاجهاد
بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، وده كان شيء مهم جدا. تم كمان تقديم موعد المباراه، بدل ما هي كانت هتبقى الساعه 4 هي بدايتها خالص الساعه 3، الساعه 6 تم تقديمها للساعه 4، بعد كده راحت الساعه 3، وده عشان تجهيزات السفر بالنسبه للنادي الاهلي ولطيارته ان شاء الله هتكون في تمام الساعه 11 مساء عشان يوصل صباح ان شاء الله ثاني يوم يوم 3 ويوم 10 من الشهر الجاري، عشان ياخد اجازه الفريق يوم الاربع، وبعد كده يوم الخميس مران في استاد ستارتش، وبعد كده التوجه ان شاء الله لمعسكر النادي الاهلي بدايه اخر مرحله استعداديه بالنسبه لمباراه تاونشيب بشكل عام باذن الله، وايضا لمباراه فريق طيب تاونشيب. امير برضو اسالك على احمد فتحي وعلي معلول، وجودهم في التدريبات الجماعيه في التقسيمه الفنيه بيشاركوا، حالتهم البدنيه عامله ازاي، حالتهم الفنيه، الجهاز الفني قد يعتمد عليهم بكره في المباراه الوديه، يعني تحديدا احمد فتحي وعلي معلول ان هم اكتر اثنين لعيبه في مجموعه الدوليين اللي موجودين في المعسكر، خدوا مساحه زمنيه كبيره جدا في المشاركات والمباريات اللي خدوها في كاس العالم، سواء احمد فتحي مع منتخب مصر او علي معلول مع المنتخب التونسي. بصراحة احمد فتحي وعلي معلول الاثنين في جاهزية بدنية كبيرة جدا بصراحة، وده اللي باين من خلال التدريبات. يعني علي معلول شارك التدريبات بالامس وكان واضح ان هو جاهز بدنيا وفنيا جدا، نفس الحال بالنسبة لاحمد فتحي برضه اللي شارك بشكل طبيعي وبشكل جيد جدا، الاثنين اكيد احد العناصر الاساسية اللي كمان من الواضح وانا بتفرج كده دلوقتي اللي هيتم الاعتماد عليها سواء من مباراة الغد اكيد، عشان يبتدي الجهاز الفني خلاص يضع الرتوش الاخير على تشكيل الفريق قبل مباراة تاونشيب، او كمان من خلال المباريات الرسميه. فبالتالي هما الاثنين عناصر مهمه جدا ومؤثره، وبيأدوا التدريبات بشكل بدني وفني قوي جدا وجديه كبيره وتركيز كبير كمان بالنسبه لاثنين لاعبين كبار جدا وخبرات كبيره جدا في افريقيا بالتحديد احمد فتحي وعلي معلول. الامور بالنسبه لهم ماشيه بشكل جيد جدا، واكيد هيكونوا بنسبه كبيره طبعا وحسب الرؤيه الفنيه الخاصه بالجهاز الفني ومستشفى كاسيرون هيكونوا ان شاء الله موجودين في مع النادي الاهلي في التشكيل الاساسي. شكرا لك يا امير، اطلعتنا على كل التفاصيل المتعلقه بفريق النادي الاهلي في كرواتيا. شكرا للزميل امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي.